الفلسطين، راهو ما قادرين باش يستعمروا المغرب، راه المغرب غيخربوا الاقتصاد ديالو، السياسه ديالو، الاجتماع ديالو، كل شيء الصهاينه غادي يخربوه. واش عمر الصهاينه غيجي منهم الخير؟ راه عمر الصهاينه ما يجي منهم الخير. راه حنا تنحتجوا على هذا التخطيط وعلى هذا القرار اللي ما كانش قرار شعبي، هذا القرار مفروض على الشعب، مفروض على الشعب. أيها الإخوة، الكلمة ديالنا وصلناها أننا ضد عملية التطبيع، لأنها ضد مصلحة فلسطين، ولأنها ضد مصلحة المغرب، وبأننا تنحملوا المسؤولية اللي وقعوا لهذا الاتفاق، واللي مشاو في هذا الاتفاق، وفي الاتفاقات أخرى. راني تنقول كل مغربي مغربي، سواء كان مدني ولا امني، راه هذا المشكل، راه البلاد تتباع، راه البلاد تتخرب. والسلام عليكم ورحمه الله.